ثم قال ابن الأثير: ذكروا ملك غياث الدين بلاد فارس. قد ذكرنا أن غياث الدين ابن خوارزم شاه محمد كان بالري، وله معها أصفهان وهمدان وما بينهما من البلاد، وله أيضا بلاد كرمان. فلما هلك أبوه كما ذكرنا وصل التتر إلى بلاده وامتنع بأصفهان وحصره التتر فيها فلم يقدروا عليها. فلما فارق التتر بلاده وساروا إلى بلاد قفجاق عاد ملك البلاد وعمر ما أمكنه منها وأقام بها إلى أواخر سنة 2600، وجرى له ما ذكرناه. ففي آخر سنة 2600، سنة 620 هجري، سار غياث الدين بن خوارزم إلى بلاد فارس، فلم يشعر صاحبها وهو أتابك سعد بن دكلا إلا وقد وصل غياث الدين إلى أطراف بلاده، فلم يتمكن من الامتناع، فقصد قلعة الصخر فاحتمى بها. وسار غياث الدين إلى مدينة شيراز، وهي كرسي مملكة فارس وأكبرها وأعظمها، فملكها بغير تعب أول سنة 621 هجري، وبقي غياث الدين بها واستولى على أكثر البلاد، ولم يبقى بيد سعد أتابك إلا الحصون المنيعة. فلما طال الأمر على سعد صالح غياث الدين على أن يكون لسعد من البلاد قسم اتفقوا عليه ولغياث الباقي، وأقام غياث الدين بشيراز وازداد إقامة وعزمة على ذلك لما سمع أن التتر قد عادوا إلى الري والبلاد التي له وخربوها.